اهو. انا بطلب منكم بس اللي يقدر يوصل للناس دي او يتعرف على اشكالهم او يعرف ساكن فين دي مكافأة مالية من اميرة الذهب. سابت الهندسة واشتغلت في الذهب، صاحبة اكبر محلات صاغة في مصر والشرق الاوسط. فيديوهاتها على تيك توك بتحصد ملايين المشاهدات، ولما اتسرقت حاجتها رجعتها في اقل من يومين. ركزوا في وشوشهم، حسبنا الله ونعم الوكيل لأي حد ياخد مال الناس ويسرق الناس. وغنت وقالت المال الحلال اهو، الذهب الحلال اهو، المال الحلال اهو، المال الحلال اهو. الحق رجع لاصحابه والحرامية اتقبض عليهم. الغوايش رجعت لأميرة الذهب بعد أقل من 48 ساعة من ساعتها. فيديو كاميرا المراقبة كان كلمة السر في الكشف عن المتهمين. النهاردة جايين نحكي لكم تفاصيل حادث سرقة أميرة الذهب اللي في الصاغة. معلمة زي بتوع السينما، ازاي بدأت السرقة ورد فعل أميرة الذهب، وحكاية المكافأة اللي أعلنت عنها للقبض على الحرامية. أنا بطلب منكم بس اللي يقدر يوصل للناس دي أو يتعرف على أشكالهم أو يعرف ساكن فين دي مكافأة مالية من أميرة الذهب. والسر اللي في حياتها خلاها تتحول من مهندسة لبائعة ذهب. في الساعات اللي فاتت مفيش أي سيرة في السوشيال ميديا بعد الرياضة وصفقات الأهلي غير أميرة الذهب ومحلها اللي اتسرق. أو القصة بدأت من الفيديو. الفيديو متسرب من كاميرا مراقبة، فيديو من كاميرا مراقبة من أحد محلات أميرة الذهب بتوضح فيه عملية السرقة على إيد شخصين مجهولين، وده عمل حالة من القلق في مدينة 6 أكتوبر، بالذات إن اللي حصل ده كان في عز النهار، يعني زي ما بيقولوا كده عيني عينك كده. كاميرات المراقبة سجلت إن في شخصين بينفذوا عملية السرقة بمهارة شديدة، قاموا بسرقة مجموعة من الغوايش وبعد سابوا المحل ومشوا ولا كأنهم ايوه زي ما بقولك كده. وانت شايف معانا في الفيديو ده اهو. الفيديو انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا ووسائل الاعلام علشان بعدها أجهزة الامن تتحرك وتجتهد علشان تدور على اللصوص، وكمان اعلنت عن مكافأة مالية لمن يقدم اي معلومة عن المتهمين. انا بطلب منكم بس اللي يقدر يوصل للناس دي او يتعرف على اشكالهم او يعرف ساكن فين دي مكافأة مالية من اميرة الذهب، يا ريت توصلوا ليهم بكل الطرق عن طريق رسائل الصفحة اكتبوا لنا هم فين. بصراحة الفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا ساعد البوليس ان هو يعرف هوية المتهمين ويقبض عليهم في المكان اللي كانوا مستخبيين واللي كانوا مرعوبين بعد السرقة، وعلى طول اعترفوا بعمدتهم وبلغوا النيابة ان كان سرقة الذهب علشان يرجعوا لأميرة الذهب. الحق رجع لاصحابه زي ما بيقولوا، واتضح ان اللي سرق الذهب دول مش مصريين، دول اجانب. اميره الذهب ذهبها رجع لها تاني. طب في اول الفيديو انت قلتي ان اميره سابت الهندسه ورجعت لبيع الذهب، هقول لك ان دي حقيقه، ودلوقتي هعرفك مين هي اميره الذهب. اسمها الحقيقي اميره حسان، عشقت المشغولات الذهبيه من طفولتها واشكالها المختلفه وانواعها، والمفاجاه بقى انها درست مجال الهندسه المعماريه وسابت شغلانه الهندسه والعماره علشان كانت بتعشق حاجه اسمها الذهب، وبدأت في الكار ده من 4 سنين. وبسبب الفيديوهات اللي بتعملها أصبح ليها شعبية كبيرة على السوشيال ميديا، تعتبر صاحبة واحدة من أشهر سلاسل الذهب والمجوهرات في مصر والشرق الأوسط. اتجوزت من رجل أعمال وخلفت منه ولدين، وابنها الصغيرة دائما ظهور معاها على مواقع التواصل الاجتماعي. استنونا فيديوهات جديدة على تفحص بصراحة.